وكنت تافها بعض الوقت. أيوة. ده عنوان شيق جدا. وطبعا المقصود بالتفاهه عشان بس يعني تكون الامور واضحه، انه لما بنبقى مضغوطين احيانا في يومنا بشكل عادي، وكلنا بنبقى مضغوطين في شغلنا في حياتنا في مشاكلنا، مش مشكله قوي ومش عيب ان احنا نهزر شويه، نتفرج على فيلم كوميدي يضحكنا. يعني كنت تافها بعض الوقت مش مقصود بيها ان احنا نكون تافهين طبعا. هو ده طبعا موجه اكتر للناس اللي حياتها اغلبها رسميات، عارفه الناس اللي دايما ببدله ومطالب منهم شغلهم، حتى شغلهم جد قوي بالظبط، فتلاقيه مثلا يخجل، يعني حتى مديه شويه امثله كده في الكتاب، يخجل من ان هو نفسه وهو ماشي في الشارع ياكل ايس كريم مثلا، يخجل هي الناس هتقول عليا ايه، لو هو في مكان يخجل ان هو يحرك جسمه على الموسيقى يخجل الناس هتشوفني ازاي، يخجل ان هو يقلع البدله بتاعته في خروجاته العاديه اللي هي بعيد عن وقت الشغل ويلبس مثلا كاجوال او يلبس عادي ينطلق في الحياه يتنطط يلعب، عارفه الحاجات دي مفيده جدا لصحتنا النفسيه. فانا بكلم اكتر حاجه النوعيه دي من الناس، دي هتلاقيها طبعا في الناس السياسيين، مذيعين نشرات الاخبار، عارفه الناس اللي هي اوريدي طبيعه شغلها بتتطلب منها صوره معينه، فاحنا بنقول لهم في علم النفس انت في الشغل انت بالصوره دي، لو كملت طول الوقت بالصوره دي ده هيضر صحتك النفسيه، لان طبعا حضرتك عارفه ان اي حد وظيفته بتاثر عليه في حياته الخاصه. اكيد. فهتلاقي مثلا اللي هم جادين دي غصب عنهم بيرجعوا البيت بيبقوا جادين مع مراتهم، جادين مع اخواتهم، مع اولادهم، مع اولادهم، فطبعا بناقشه بالتفصيل النوعيه دي من البشر، وبنقول له لا تخجل تماما من انت تضحك وتلعب وتتنطط وتعيش وقت صحتك انت النفسيه يعني. صحيح. وتقلع بدله الشغل قبل ما تدخل البيت بالزبط. عشان تقدر تدخل البيت تحس ان انت في البيت، تحسش ان انت لسه بالزبط. في الشغل. حتى مشاكل الشغل دي بقى لكل الناس، اي مشكله في شغلك مجرد ما طلعت من شغلك اساسا ما تتكلمش فيها. يعني في اغلب الناس اللي عندهم مشكله في صحتهم النفسيه بيكونوا في مشاكل في الشغل، بيرجعوا يناقشوها مع اصحابهم بره ويناقشوها مع اهلهم في البيت، فهو كده حط نفسه في قوقعه ان هو 24 ساعه في نفس المشكله، اوريدي هينام هيصحى يروح لنفس المشكله. طبعا هو هنا ما بيعرفش ياخد قرار صح، ما بيعرفش يتعامل صح، طبعا كله ده غلط جدا طبعا. صحيح. صحيح. لا تستعجل في تناول الادويه، ونقف هنا بقى لانه تناول الادويه الحقيقه بقى يعني منتشر بشكل كبير جدا، ويهمني اسمع رايك في الموضوع كتير ده. كتير جدا جدا ناس بشوفهم، ده مش بس من الناس اللي بتبعت لي اللي هي ما تعرفنيش على المستوى الخاص، مش بس اللي بيبعتوا لي كدكتوره، لا ده في حياتي انا الشخصيه. ايوه. بشوف مثلا ناس معارف يقول لك فلان خد، انا عشان ما بنامش فصاحبتي كانت ما بتنامش وراحت لدكتوره كتبت لها الدواء الفلاني، فتيجي هي بكل بساطه رايحه جايبه الدواء ده واخداه، او ان هي مثلا اتضايقت كام يوم او اتعرضت لمشكله فاتضايقت كام يوم على طول تجري على الدكتور علشان يكتب لها ادويه. الكلام ده غلط خالص، الاستعجال في تناول الادويه غلط، لان في بعض الادويه انت لما بتدخل جسمك وبتاخدها بتفضل معاك مدى الحياه، فانت حرام ترمي نفسك الرميه دي. شويه ارق ممكن بيعدوا لوحدهم من غير ادويه، لو حد اتكلم معاك زي مثلا ما بكلمهم في الكتاب هتتعب يوم يومين وبعدين هتلاقي نفسك زي الفل. ما تستعجلش بقى بان انت تفضل طول عمرك اسير لدواء. مشكله صدمه تعرضت ليها، فقدت حد غالي عندك، اتضايقت شويه، طبيعي لازم تعرف ان انت طبيعي هتتضايق. طالب مثلا سقط او 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 كان خاطب واحده وفشكله، ايا كانت المشكله طبيعي يا جماعه تتضايقوا، يعني ما تبقاش بني ادم لو انت ما اتضايقتش واتضايقت حبه يعني عارفه ازاي، ده طبيعي. الكتاب بقى بيكلمك لما تتضايق ارجوك ما تجريش على الدواء، اقرا الكتاب كده وخد ودي مع الكتاب، ما تجريش على الدواء، ممكن تلاقي نفسك كويس مش محتاج لادويه. اغلب الادويه عامه للمرضى، للمرضى طبعا للمرضى. وبالتالي ما نقدرش ناخد الادويه دي من غير اشراف طبيب، بالزبط. لانه الموضوع ما ينفعش انتوا يعني نبقى بنهزر لو عملنا كده. وعمر الدكتور لو انت رحت لدكتور طب نفسي عمره ما هيكتب لك دواء الا لو انت فعلا محتاجه. طبعا. لكن لو انت شفت صاحبك خد حاجه فرحت بتقلده يمكن مش المشكله دواء اللي عنده هو صح. اصله بالظبط. حقيقي. فدي كانت حاجه برضو مهمه قوي وكان لازم اتناولها في الكتاب واكلم الناس فيها يعني.